الحدث الإعلامي الذي ميز الساحة ببلادنا أيضا هو هذا الوثائقي الحصري الذي بثته قناة ميديان تي في حول واقع مخيمات تندوف وأيضا التنمية بالأقاليم الجنوبية والذي حمل عنوان من تندوف إلى العيون طريق الكرامة. بغينا انطباعات ارتسامتكم وأنت بالتأكيد تابعت هذا الوثائقي. شوف أولا أتقدم بالشكر الجزيل لقناة ميديان تي في اللي قبضت هذه المبادرة، لأنه هذه المادة الإعلامية لما يقع في مخيمات تندوف بالخصوص المبادرات وتسليط الضوء عليها هي مبادرات محتشمة جدا على مستوى المبادرات الإعلامية اللي قد يفهم عامة الناس بالصورة وبالواقع وحتى بالزمن. البرنامج في حمولته يعطيك الفرق الوضعية اللي كيعيشها المواطن وإخواننا في المخيمات والحالة اللي كيعيشوها المواطنين داخل الأقاليم الجنوبية والفرق الشاسع ما بين ظروف العيش وتجسيدا يعني أمانة لا بالصورة وبذا الموضوع لا إعلاميا ليس قاع كمختص أو كمعني يعني لاني هذا الشيء انا لا غرابه لاني كان نعرفه والله الناس اللي ساكنين في المنطقه كاملين يعرفوه ولكن للعالم صوت بالصوره وبكل شيء الفرق ما بين الظروف اللي يعيشوا فيها الاخوان في المخيمات والظروف التنميه اللي كيعيشوها باخوانهم واهاليهم وذويهم مثل الاقاليم الجنوبيه فرق شاسع وكبير والمجهود يعني بدون تعليق.